تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت هذه الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالدقهلية لقيام عناصره بغسل 240 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت من ضبط 7 تشكيلات عصابية بالمنيا وقنا وسوهاج لقيام عناصر تلك التشكيلات بالإتجار غير المشروع في النقل الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغ 10,136,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الإدارة من ضبط 5 تشكيلات عصابية بالبحيرة والغربية والإسكندرية والمنيا وسوهاج لقيامهم بالاستيلاء على أكثر من 13 مليون جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها لهم في مجالات التجارة وتأسيس مطاعم مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم توقفوا عن سداد تلك الأرباح كما امتنعوا عن رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. الإدارة نجحت في ضبط مسؤولين بإحدى الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بقنا لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي كونهما المنوط بهما تسليم السماد المدعم للمزارعين، وقام باختلاس 20 طن سماد مدعم وعدم تسليمها لمستحقيها وتلاعب في دفاتر الصرف لإخفاء جريمتهما، وقام ببيع تلك الكمية بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط تشكيل عصابي من 2 تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط كمية من الشهادات والمستندات الرسمية المزورة والمنسوبة لجهات وهيئات حكومية والأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي.